مشاهدي المصرية في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم جميعا معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا الأسبوعي على شاشة الفضائية المصرية ملفات ساخنة، الجمعة من كل أسبوع الساعة 7 بتوقيت القاهرة دائما وأبدا من ماسبيرو تلفزيون الشعب. الحقيقة اليوم دمه تقيل والناس منزعجة والناس حزينة، الناس قلبها بيوجعها، الناس متغاظة ومحتقنة وغضبانة، والبعض بيقول دي أشهر حرم، يعني ربنا قال بلاش قتال في الأشهر الحرم. وأين القتال أصلا؟ أين القتال في وسط الخسة والغدر لما تروح تحط قنبلة في صندوق إشارة بيلون أحمر وأخضر عشان العربيات تمشي، وأمين عسكري مرور غلبان يعني بياخد ملاليم وواقف في المكان ده عشان يغير الإشارة بشكل يدوي أو مانيوال من الأصفر للأخضر للأحمر، فتيجي حضرتك شاطر قوي برافو يعني هنرفع لك القبعة مثلا ولا إيه، وتحط قنبلة عشان الغلبان ده يموت وعياله تتيتم ومراته تترمل وأمه تتقهر والناس كلها بتتفرج، هل أنت متصور أن دي مهارة أو شطارة؟ هل أنت هتخوف الشعب المصري؟ اعتقد ان في قصور في الرؤيه، منظور الرؤيه بقى ضيق قوي قوي قوي، واحادي الاتجاه، وما انت شايف حقيقه الشعب المصري وقوته وعظمته وعنده، لان انت كده متصور ان هو هيخاف ومش هينزل للاستحقاق الاخير والانتخابات. لا، وحياه ربنا هننزل، وحياه الايام المفترجه اللي احنا فيها واللي ربنا حرم فيها القتال كلنا هننزل، زي ما نزلنا كلنا في 30/6 بالملايين وارواحنا على كفنا بعد الاحداث الدميه على مدار السنه اللي الجماعه الارهابيه الخونه الغدارين حكموا فيها، هينزلوا المصريين تاني وهيحققوا. بتعملوا حاجه اسمها الجيش الحر، انا كاعلاميه برفض ان انا اكرر هذا التعبير، وبقول شويه مرتزقه بياخدوا فلوس علشان يضروا بامن مصر، مش هقول عليهم جيش لان احنا ما عندناش غير جيش مصري وطني، جيش محترم، جيش من اهالينا، خالي وعمي وابويا وابن خالتي وابن عمتي، هو ده الجيش اللي احنا نعرفه. اي شويه ناس مش لاقيين لهم شغلانه يقبضوا من قطر ولا يقبضوا من امريكا ولا يقبضوا من ايران ولا الحرس الثوري يمرنهم، ومفاكرين ان احنا هنقول عليهم جيش، تبقوا واهمين، لا هتكونوا جيش ولا حققتوا انتصارات ولا هتحققوا اي انتصارات على اي مستوى فيك يا جمهورية مصر العربية. البلد دي فيها رجالة وجيشها واقف فعلا زي الاسود، هيحمونا وهيحموا البلد وهيحموا الحدود وهيحموا كل حاجه المصريين اعترضوا علشان يحققوها، وما زال الحلم رغم انه شويه متعسر، رغم ان العلامات مش مضيئه، لكن متاكدين ان في نهايه النفق ضوء منور هينتقل بالمصريين لحياه افضل. نرحب بضيوفنا اللي معانا النهارده، سياده اللواء فوزي رمضان الخبير العسكري، اهلا بحضرتك ضيف عزيز علينا. بيشرفنا ايضا يكون معانا الاستاذ احمد البان الباحث في شؤون الجماعات الاسلاميه، اهلا بحضرتك. احمد بان من غير الف ولام، احمد بان من غير الف ولام، احمد بان من غير الف ولام، بنعتذر عن الالف ولام يا فندم. كيف تقرا التطور النوعي في العمليات الارهابيه اللي بتمارس جغرافيا؟ كنا الاول في سيناء، دلوقتي لا، انتقلنا للقاهره وللدقهليه وللمنصوره والاسكندريه ودخلنا مصر الجديده وقدام المحكمه. جغرافيا في نقله نوعيه؟ طبعا، هو احنا الاخوان بعد ما سقطوا 30 يونيو وخطب الشهير بتاع المشير السيسي في 3 يوليو، ايوه، ومشي مرسي مع الحكم ومسدد الحكم، وهم بيلفوا حوالين نفسهم يعودوا للحكم ازاي؟ فبدأوا يستنزفوا مصر استنزاف قوى الدولة بالكامل عشان على فكرة العودة مرة أخرى لكرسي الحكم. الأول كانوا هم أيام مرسي كان بيجمع تنظيم القاعدة وما شابه الجاي من أفغانستان وباكستان ومن سوريا ومن جميع دول العالم في سيناء مع قطاع غزة حركة حماس، ولغاية هنا كان الموضوع مقبول. بدأ لما شعر بأن القوات المسلحة قبضت بإيد حديد على الجزئية ديت وعلى كل التنظيمات، 14-15 تنظيم موجودين كانوا موجودين في سيناء، كانوا بيرتعوا في سيناء زي ما هم عايزين، واتقضى على يعني لما نقول 90% أكثر من 90% دلوقتي والباقي في التصفية. بدأ ينقل نشاطه عشان احنا كنا في الاستفتاء الخاص بالدستور اللي فات وده كان استحقاق الأولاني، أيوه. بدأ ينقل نشاطه كله للقاهرة الكبرى، شفنا احنا ضرب في مديرية في جنوب سيناء وضرب في مديرية أمن الدقهلية ومديرية أمن القاهرة وبيضرب في كل حتة، ومحاولات اغتيالات بعضها فشل وبعضها نجح، وزير الداخلية ومع محمد مبروك الأمن الوطني، وبدأ يحاول يشعر الشعب بأن احنا موجودين واحنا قوة لا بأس بها ومنظمة.
الاخوان المسلمين يعلمون جيدا ان القوى المنظمه ليست الاحزاب، الاحزاب معظمها كرتونيه وليست تحالفات، يعني التحالفات كلها كرتونيه ايضا، ولكن القوى المنظمه الفاعله داخل هذه الدوله هو القسم الصلب، هي القوات المسلحه. فالقوات المسلحه هو ما يقدرش يواجهها مان تو مان، يعني يواجهها بشكل مباشر رجل لرجل. ايوه ما يقدرش يعمل كده. فبداوا يفكروا تنظيم الدوله لما عمل اجتماع بعد الاستفتاء على طول في 17 يناير ازاي نعود الحكم، كان ده السؤال. فبداوا الله طب احنا عندنا شباب في الجامعات دول كلهم تحت 18 سنه و20 سنه و21 سنه ومغرر بيهم، ويعني العقليه بتاعته تمشي مع السمع والطاعه اللي هم بيربوا اولادهم عليها من هو عنده 10 سنين، ينفذ التعليمات بدون ما يفهم هو بيعمل ايه. هو اتقال له من الاسره بيتقال له من الجامعه والاسر والمراكز والمدن يتنفذ الموضوع الفلاني، ثقافه القطيع. تمام. بدا بعد كده اعاده التمركز لما الجيش ضغط على في سيناء وحقق نصر يعتبر نصر كويس وانجاز رائع، ينقل بقى طبقا لحروب الجيل الرابع ناخد مصر الناحيه الثانيه في اتجاه الغرب ليبيا. الله. فاخدنا في اتجاه الغرب وبدا يجمع العائدين من افغانستان وباكستان وجيب شويه من سوريا، وبعدين نبص كده نلاقي القوس اللي جاي من المغرب العربي مرورا بالمغرب موريتانيا المالي الجزائر تونس تشاد تحت ثم ليبيا. ليبيا ما فيهاش حتى الوزاره اللي فيها ليست لها حول ولا قوه في الدوله وربوع الدوله الليبيه، ما تسيطرش على ليبيا خالص، كلها عباره عن ميليشيات وجماعات ارهابيه وفوضى من الاسلحه في كل مكان في ليبيا. بترعاها استخبارات عالميه، الولايات المتحده الامريكيه السي اي اي، تركيا، قطر، دول اوروبيه مش عايز اقول بالاسم بقى، المانيا وبعض الدول زي فرنسا وانجلترا موجودين، استخباراتهم موجوده في ليبيا وبتسيطر عليهم وبتحركهم زي ما هي عايزه. اذا القوس ده بدا يجمعوا الناس دي في الجبهه الغربيه عشان يورطوا، هم ما نجحوش ان هم يورطوا الجيش المصري في الشرق في الجبهه الشرقيه في اتجاه غزه، ولا نجحوا يورطونا في اتجاه الجنوب تحت شلاتين تحت مع السودان وسد النهضه، والقصه اللي اتعملت بتاع سد النهضه وان الجيش المصري يبقى طرف مع اثيوبيا في نزاع مش وقته دلوقتي. فبيتحركوا ناحيه الغرب، بيتحركوا في اتجاه داخل قاره اليوم في اتجاه الغرب عشان يدخلك في خفاق ده بقى هنتكلم فيه دلوقتي. تمام. استاذ احمد، بمعرفه حضرتك بهذه الحركات الاسلاميه، هل فعلا دلوقتي هدفهم عايزين يرجعوا للحكم؟ هل ده اللي في دماغهم؟ هل لسه ما ادركوش؟ يعني احنا عايزين يعني نفكك المشهد شويه فيما يتعلق بخصوم الدوله المصريه النهارده. جماعة الإخوان بطبيعة الحال تريد سقوط الدولة من جديد أو إشاعة أجواء من الفوضى أو إطلاق موجة ثورية على حد تعبيرهم ينجحوا فيها في استقطاب باقي القوى الثورية، ده كان رهانهم منذ خروجهم من الحكم. حاولوا يعملوا ده في ربع والنهضة ففضلت احتجاج فئوي خاص بمجموعة خاص بعنوان لحركة سياسية بعينها، وما نجحوش ان هم يجتذبوا الشارع المصري اللي تعودوا ان هم يخوضوا كل معاركهم في وجوده. فكان من الطبيعي ان هم يلجأوا الى المجموعات القريبه منهم اللي هي المجموعات الاسلاميه على انواعها بما فيها من مجموعات تكفيريه وكل العناوين. احنا قبل 30 يونيو كنا قدام ثلاث عناوين بتمثل الحاله الاسلاميه، اخوان سلفيين جهاديين. بعد فض ربع والنهضه او اثناء اعتصام ربع والنهضه تحولت الحاله الى جزئين، جزء سلفي يريد مثله حزب النور والدعوة السلفية يريد الحفاظ على الدولة المصرية ومنتبه لفكرة المؤامرة اللي بتتعرض ليها الدولة ومحاولات تفكيكها، لذلك اصطف إلى جانب خارطة المستقبل وكان جزء أساسي منها بالرغم من الثمن الفادح اللي دفعوا في مقابل قواعده من التيار السلفي العام، لكن هو كان شايف كويس وغلب المصلحة الوطنية العليا واصطف إلى جانب الدولة المصرية في معركتها. المجموعات الأخرى تكفيرية وغيرها من كل المجموعات سواء كانت الجماعة الإسلامية أو الجهاد أو حتى الأحزاب اللي بتسمي نفسها أحزاب إسلامية يعني ليبرالية أو ما هياش جزء من الحالة الطائفية اللي كانت موجودة، برضو دخلت تحت خطاب المظلومية وبقت جزء من هذه الحالة. فبين قدام مجموعات بتشتغل، مجموعة بتتظاهر في الشارع عشان تفضل تنهك أجهزة الأمن وتفضل مدية صورة يضخمها التنظيم الدولي ويشعر الخارج بان في
حراك في مصر وان الدوله المصريه الهدف منقسمه. الاساسي الكبير اللي كلهم بيتحركوا الهدف الاولاني، هل الشرعيه، هل فعلا اكذوبه الشرعيه ما زالوا يصدقونها؟ لا، هي الشرعيه دي عنوان، هو تكدير الراي العام وتصدير للراي العام انه البلد في حاله من الفوضى. فكره الشرعيه هي العنوان للصراع، لكن حقيقه الصراع انهم يريدون العوده الى الحكم، واللي بيحركهم فكره العوده الى الحكم لان الانتزاع السريع بعد عام واحد من الحكم افقد الجماعه صوابها الى حد كبير، وبدأت تصطف إلى جانب المجموعات التكفيرية وبددت صورة حاولت على مدار عقود أن توصلها للرأي العام بأنها حركة سلمية بتعمل من خلال المؤسسات القائمة، وبقينا نشوف ابتهاج أعضاء الجماعة بكل عملية يسقط فيها شرطي أو ضابط أو غيره، وشفنا أحرزوا انتصار على مع العدو يعني. شفنا كمان تردي في المستوى الأخلاقي في استخدام مفردات بعيدة عن مفردات الإسلاميين على امتداد أوقات طويلة جدا، وبدأوا حتى يبرروا هذا السلوك. لكن الأزمة النهاردة عشان ما نخوفش الناس، ما يتعلق بالجيش الحر في ليبيا هم مجموعة لا تتجاوز 400 عنصر من أكثر، هي مجموعة أخلاط أتت من كل البقاع الساخنة في العالم، مش جيش بالمعنى المعروف، هي مجموعات صغيرة، والجيش المصري قادر تماما على التعامل معها ومخترقها، يعني هو يعني مخترقها كمعلومات، مش يعني هو قادر على اختراقها أمنيا ومعلوماتيا. لكن الأزمة النهاردة في الداخل الحقيقة هي على، أو هذا العبء على أجهزة الأمن المصرية في إعادة رسم خارطة المجموعات الصغيرة، لأن التغيير اللي حاصل دلوقتي بقاله كم أسبوع هو اللجوء إلى تكتيك الذئاب المنفردة، إن كل عنصر عنده تعليمات واضحة بينفذ عملية من غير ما يرجع لحد ويخطط ليها وينفذها، فلا يسهل تتبعه أو القبض عليه أو ضرب الخط يعني. اللي هو جاي ده أبعد من الخلايا العنقودية، لأن الخلايا العنقودية كمان كانت بتبقى مجموعة صغيرة من الأفراد، إحنا النهاردة قدام مجموعات من الأفراد، كل فرد بيرصد وحدة إرهابية في حد ذاته بطوله كده، بيرصد هدف ويجهز اللوجستات المرتبطة بالهدف ويخطط لده وينفذ من غير ما يرجع لحد. هل قوامهم يا سيادة اللواء لا يتعدى 400؟ احنا سامعين على بعض مواقع الاخبارين واصلين 1500، يعني مدى صحة الارقام؟ العدد اخر حاجة على وكالات الانباء حتى الصحف كلها وكناحة عسكرية بنلاقي ان عند خليج بردي كده في حوالي هم اجماليهم 3500 دلوقتي، ان هم جابوا ناس من مالي وجابوا ناس من الصومال وجابوا ناس من سوريا وطبعا من فيهم مصريين قد ايه بقى عشان ده الوضع قلبنا يعني دلوقتي؟ المصريين كلهم ما يتعدوش 600 واحد او 400 واحد. هدفهم ايه؟ عايزين يعني هذا وتاني مش هقول الجيش، هؤلاء العصابه المرتزقه ان معظمهم مرتزقه، عايزين ايه بقى هم دولت؟ اول حاجه عايزين اولا يخترقوا الحدود ويدخلوا جوه بهدف واحد، التعامل مع مراكز الشرطه بالكامل وتدميرها، اخراج المساجين اللي هم بيعتبروا مساجين سياسيين واللي هم قيادات الاخوان، خروجهم من المساجين من السجون المختلفه. في هدف استراتيجي بالنسبه لهم وهو اقصاء السيسي، و مش عايز اقول قتله لان هو بيعتبر ان السيسي ده هو العدو الاكبر بالنسبه لهم. السيسي اللي انقذ مصر من الاخوان وان كانت مصر هتضيع، هم بيعتبروه هو ده الخطر الاكبر بالنسبه لهم، لان وجود السيسي على منصة الحكم وعلى ربط العرش حكم مصر هو ده تهديد للتنظيم الدولي بكامل وليس الإخوان داخل مصر، وهم السيسي مستهدف استهداف غير عادي بالنسبة لهم. فإذا من الأول خالص هم اختراق الحدود، ربنا يحافظ عليه. وبعدين في تخطيط ثاني محمود، يعني عايزين يعيدوا قبل جزئية محاولة اغتيال المشير لقدر الله، ربنا ما يمكنهم أبدا بإذن الله، لكن بنعيد 28 يناير، هنضرب كل الاقسام في نفس الوقت، هنخش كل السجون في نفس الوقت، هنهرب المساجين والسرايا يشتغل واحنا في الحته الفلانيه، نفس المشهد السخيف القبيح اللي البسوه رداء الثوريه في 28 يناير هيتعاد بقى هو دلوقتي بفضل ال 3000 مرتزق دول. ده هنا بقى نرجع لنقطه ثانيه، ان الوزير جهاز رئيس الاستخبارات القطري كان قريب، كان في قطر، وطبعا ايمن الظاهري زار ليبيا الفتره اللي فاتت قريب، وايمن الظاهري طبعا مع اخونا محمود عزت طبعا هو يعتبر المرشد بالنيابه، وهو اللي بيوجه، هو اللي بيدير الحركه دي كلها بتاعت الاخوان، سواء كانت تظاهرات للطلبه او في الشوارع او تفجيرات هنا او هناك او التجميع اللي بيتم تحضير ليه في الجبهه الغربيه من عناصر ما يسمى الجيش الاسلامي، هم جايبين جماعه بتوع داعش بتوع العراق وبيجمعوا الناس ديت تحت مسمى الدوله الاسلاميه للعراق والشام.
وبالنسبه لايمن الزهري ليه منظومه تانية في دماغه خالص اللي هي الجيش الاسلامي. الجيش الاسلامي واجه الجيش المصري. هو في الاول سموه الجيش الاسلامي الليبي في ليبيا وبعد كده شالوا كلمه ليبيا وخلوه الجيش الاسلامي الحر علشان يلم جنسيات يلم مختلفه جنسيات تحت صحيح. تحت شعار قوي الإسلامي. كلمه الاسلامي اي حد بتقول له الاسلامي بيبقى بالنسبه له يعني شايف ان في ده جهاد طيب انا عايز احط نفسي مكانهم يا ست اللواء. يعني انا دلوقتي بقينا خلاص 3000 وحاسس ان احنا عصبه وان احنا مؤهلين وان احنا بندرس فنون عسكريه وبنتمرن على القتال وبنتمرن على الاقتحام وخططنا معروفه كده للراي العام. يبقى انا نازله علشان اخش على اقسام. طب ما الاقسام جاهزه هقتحم سجون ما السجون جاهزه ايه خطتي يعني؟ ما هو اي غباء هذا في خطط معلنه ولا عايزين يلعبوا على المكشوف؟ هو طبعا هي طبعا بنسميها احنا خطوات استعراضيه اكتر منها ناحية عملية. لان لو انا بنفذ او بخطط لمنظومة بهذا الشكل هتطبق ازاي يعني؟ هل هي قابلة للتطبيق؟ لما يلزم فيها الخداع والتمويه والكلام وما يعلنش عن نفسه وايمن الزهري ما يديش يعني اقاويل صحفية ويعمل مؤتمرات ويعلن ان هو كان موجود تصريحات عنترية. طبعا هو الغرض منها ناحية استعراضية بان احنا بنشكل جيش الاسلام وقد نصل الى 70,000 مقاتل داخل ليبيا. ليبيا مشكلتها ان الوزارة بتاعتها مش مسيطرة على ليبيا. كل اللي بيحكموا ليبيا حاليا دلوقتي الميليشيات اللي هي الميليشيات الميليشيات مسلحة دي وقبائل مختلفة والمرتزقة والجماعات الارهابية بهذا الشكل اللي موجودين. لما بص على الخليج دربي ونبص عند بنغازي ونبص غرب طرابلس ما موجودة قوات هناك تاني يعني اقرب ناس لينا اللي هم موجودين على 110 كيلو بين الحدود المصريه. وهم تبقى السؤال الله طب هم يخترقونا من عند السلوم ولا يروح يخترقوا منين؟ لا هم مش دعوه بالسلوم خالص بيلف من حدود السودان من ورا عشان يدخل على درب الاربعين او جبل الاربعين. ومن هنا لما يدخل من هذا الاتجاه يبقى قريب على المنيا يبقى دخل على المنيا اسيوط ودخل في عمق مصر من الداخل. يعني كانت الفكره من زمان ان هم الحته بتاعت منيا المنيا وبين السويس صعيد مصر ان يعزلوها عن 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 مصر وتستقل وتبقى ويبدأ محافظات بقى مستقله فيدرالي بقى ونبقى حكم فيدرالي بقى واقاليم مختلفه. حتى نلاحظ القوات المسلحه لما اطلق القمر سات اللي فات ايجي سات واثنين ده كان ليه مردود جامد جدا للقوات المسلحه لان بتستطيع القوات المسلحه ان تتبع هذه التحركات لهذه العناصر الارهابيه بدقه عاليه جدا جدا. تمام. استاذ احمد يعني انا هتوقف عند كلمه حضرتك قلتها ان هم بيحلموا يرجعوا للحكم. يعني البعض تصور وربما انا من باب الفضول الانساني قلت يمكن يكون اقصى احلامهم يشاركوا في الحياه السياسيه يكون لهم مقاعد في البرلمان اللي فيهم لم يدان يبقى في شيء من الوجود على المشهد السياسي. لكن هل فعلا بترى حضرتك بخبرتك ودراستك ان هم بيحلموا وبيتصوروا وهل ده حلم قابل للتحقيق او انه يدخل في حيز التنفيذ ما يبقاش حلم يبقى واقع ان هم يرجعوا للحكم؟ الاخوان تعودوا ان يعملوا تحت سقف اي نظام موجود. عملوا تحت سقف نظام مبارك لفترات طويله جدا وارتضوا ان هم يكونوا جزء من تركيبه الحكم حتى لو كانوا في المعارضه. دخولهم للحكم لمده عام يعني خلاهم يتعاظم شعور لديهم بالتمكين وان فكرة يعني نشأة الدولة السلطة والنفوذ فكرة الدولة الإسلامية اقتربت. فكرة أرجع مع حضرتك لما يسمى بالهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح ده إطار عمله خيرت الشاطر عشان يجمع فيه شتات كل الحالة الإسلامية عشان تبقى الظهير الرئيسي لحكم الإخوان لعشرات السنين القادمة. 500 سنة ده مش عشرات بس. فالخروج السريع من الحكم بهذه الطريقة خلاهم تصوروا أن الحل الوحيد لكي يعودوا إلى الحكم وخلط كل الأوراق من جديد. وبالتالي فكرة ثورة جديدة هم لازالوا التنظيم الأكبر. القوى السياسية لا توجد قوى سياسية في مصر لا توجد تنظيمات سياسية كبيرة في مصر. وبالتالي إذا تم خلط الأوراق وقدرنا نعمل مسار ثوري جديد ونشعل فوضى جديدة بالتأكيد هذه الفوضى ستقود بعد انحصارها إن التنظيم الوحيد المحتفظ بقدراته هو اللي هيرس الحكم زي ما حصل في اعقاب سكو. احمد يعني الا يشعرون ان المصريين رافضينهم غضبانين منهم في حاله من الاحتقان والغضب تجاههم وربما يظلم فيها البعض يعني ربما البعض سلبي فعلا لكنه خلاص هو رجلين. هو واجه دي من او احتاط لدي منذ البدايه بانه حط حديث المظلوميه او فكره المظلوميه لاكتساب عواطف الشعب المصري. يعني الشعب المصري باعتباره اكثر الشعوب يعني مظلوميه على امتداد التاريخ
بيتعاطف مع أي حد يشعر أنه مظلوم حتى بحق أو بباطل. وبالتالي فكرة رابعة والنهضة كانت بالأساس صناعة مظلومية كبيرة جدا تخلي ضمير الشارع المصري دايما يعني قابل لفكرة أن يخدع أن الجماعة ظلمت. نبض المصريين إزاي النهاردة بعد هذا الكمل الأحداث منذ فض رابعة؟ هو منذ البداية المصريين وبدأ ينفصل حتى عن كل التغييرات السياسية اللي حصلت في مصر. يعني فكرة الشرعية فكرة الشرعية كان يفترض انه يفضل متمسك بها لحد اقرار دستور 2014. انما اقرار دستور 2014 حول في مقتل يعني. حول الدستورية الشعبية المشروعية الشعبية الى مشروعية دستورية. وبالتالي لم تعد 30 يونيو مؤامرة ولا انقلاب ولا لا اصبحت اختيار شعبي في الصناديق اللي هم قاعدوا يتكلموا عنها لفترات طويله. هذا ما نراه نحن لكن حاله الانكار إيه؟ حاله الانكار بتخليهم طول الوقت حاسين ان لا هم قادرين على انتزاع الدوله دي من جديد، قادرين بالتماسك التنظيم ان هم في ظل تشظي الحساسيه ان هم يعودوا تاني بعد خلط الاوراق. لازال هذا الحلم مسيطر عليهم حتى الآن. لازال دلوقتي بيراهنوا على فكرة الاستنزاف الاقتصادي الطويل للدولة، فالدولة تسقط، إن الأشقاء العرب هيجوا في توقيت ويرفعوا يد المساعدة عن الاقتصاد المصري، فالاقتصاد المصري يسقط سواء بفعل تراجع المساعدات العربية أو الدعم العربي من جانب، وقوف على الإنتاج وهروب المستثمرين وهروب السياحة كده. وتعالي بقى صيحات الشعب وثورة حرمنا من 30 محلب ومننا ومن الحكومة كلها. كل واحد من اللي موجودين في الحكومة بيسأل نفسه هو مين رئيس الجمهورية. لما يتجاوب على السؤال ده الشفرة دي تحل. فإحنا كل الناس بما فيها الحكومة بتدور على رئيس الجمهورية، عشان كده الشعب كله يعني هم غير مقتنعين بالمستشار عبد المنصور. لما يبقى عندي احد السادة الوزراء دايما يمسك في اصل القانون بيقول، اصل القانون بيقول، اصل القانون، الجامعة عنده بتتحرق وبتتولع وبعدين مش عارف، الامن ما يدخلش ما دي برضك ارتعاش. ما ده ارتعاش لما لا ده ارتعاش ولا البعض بيتبنى افكار هدامة عن عمد؟ يعني ليه شايفه ارتعاش؟ لا انا مش هاخد السيء منه يعني انا مش هاخد السيء، لان الوزاره معظمها حاليا دلوقتي باجماع الشعب وكل يمكن الناس كلنا غالبيتنا بيقول الحكومه لا باس بيها، والعناصر الاخوانيه اللي كانت موجوده في الحكومه قبل كده او اللي كانت محبه للاخوان مش موجوده، ولكن بيرتعش بيخاف، والخوف ما ينفع. الحكومه دي المفروض كل اللي فيها كلهم مقاتلين، ما فهمش وزير يعني بمعنى الوزاره اللي هي الحالمه بتاعت زمان. يعني كده اسالك سؤال صريح قولا واحدا، هل حضرتك مقتنع كانسان قبل ما تكون خبير عسكري او راجل عسكري انه بانتهاء انتخابات الرئاسه ووصول سين او صاد من الاثنين المرشحين لسده الحكم مشاكلنا هتنتهي يعني هي هتنتهي في الجو واللحظه كده اون ذا سبوت؟ لا لا مش ولا لسه الحكايه فيها اخذ وعطاء؟ لا فيها اخذ وعطاء. الرئيس اللي هيجي ده ما هوش عصا سحريه يعني، صحيح بلا شك يعني، ولكن بيبقى في رئيس مسؤول المنظومه بتاعه الدوله كلها بتشتغل من تحته. ومحدش بيخاف خلاص، لان في سند دستوري وقانوني موجود بيدي اوامر وتعليمات ان ده الشعب اللي جابه. والشعب بما انه فوضه وجابه بقى رئيس جمهوريه بينفذ اوامر الشعب. الشعب عايز امن، اللي عايز ابنه يروح المدرسه مش خايف، ابنه يروح يمتحن في الجامعه مش خايف. الكلام ده يتحقق ازاي؟ دي مسؤوليه رئيس الدوله. الاجهزه التنفيذيه من قوات مسلحه وشرطه لما بتلاقي ان الرئيس الدوله موجود ورئيس قوي وحط كده علامتين بينهم موجود، اعتقد الدنيا بتتغير 48 120 درجه ولا 180 درجه. العالم الاوروبي والغربي وما على راسهم امريكا لوصول سين او صاد من الرؤساء خلاص اسقط في يدهم بقى
انتهت يعني حتى اذا كانت هناك مؤامره تحاك بوصول سين او صاد الى كرسي الحكم خلاص يعني لن يراهنوا على الجواد الخاسر اكثر من هذا. تمام. لا وفي نقطه مش هسيبه برضه. المؤامره كبيره زي ما احنا قلنا قبل كده. الناس لو تعرف ان قد ايه حجم المؤامره كانوا يعني كانوا ايه؟ كانوا عملوا ايه؟ ده كانوا ماتوا خجلا. قلنا مؤامرة دي لما يسأل واحد نشف وما كانش حد عايز يصدق ان في مؤامرة ست الليل. في مؤامرة كبيرة. الناس اللي عمالين يتنطنوا في كلام من الفضائية دي للفضائية، المقالات دي للمقالات، كله كلام مش على قدر المسؤولية. في مؤامرة كبيرة وعظمى على هذه البلد، لأن بسقوط مصر سقطت الدول العربية بالكامل، السعودية بتتقسم 6-7 دول، كل الخليج بالكامل، كل العالم العربي، أكبر دولة هتكون دولة إسرائيل. والباقي كله عباره عن دولات وامارات صغيره. تفتيت المفتت وتقسيم المقسم حتى تصبح ساعتها دوله اسرائيل هي الدوله الدينيه القائمه على اليهوديه. تمام. وهي اكبر دوله واقوى دوله في المنطقه. يعني احنا لما بنخش على الجزئيه بتاعه الاستحقاق الرئاسي ونعديه، انا بعتبر ان الشعب المصري عدى كده 80% بقى له جزء الاستحقاق البرلماني، وده عليه برضه كلام وحط عليه دايره حمراء. ومين اللي هيجي في البرلمان بالظبط كده؟ بالظبط كده، مين اللي هيجي في البرلمان؟ كيف ترى من يرددون أن هناك مؤامرة؟ هل تصدق وتعتقد في وجود مؤامرة فعلا تم استخدام فيها التيار الإسلامي لإكمال المؤامرة، ولا التيار الإسلامي شارك في صنع هذه المؤامرة على جمهورية مصر العربية وعلى المصريين؟ لا شوفي حضرتك، هو يعني تعبير المؤامرة قد لا يكون هو التعبير الأكثر دقة. يعني في النهاية احنا قدام دول كبرى بتنفرد بإدارة مقدرات الدول الأصغر وبتعمل لمصالحها، يعني هي بتضع من المخططات ما يفي بتحقيق مصالحها على حساب الدول الأصغر أو الدول الأفقر. إحنا بطبيعة موقعنا اللي هو يعني سماه يعني جمال حمدان عبقرية المكان والزمان، ده لم يكن يعني من حسن حظنا زي ما كان من سوء حظنا، لأن إحنا فضلنا مطمع لدول كتير. صحيح. جدا، ويعني مقر التقاء حضارات ومصالح وطرق وغيره. وبالتالي في مرحلة من المراحل تم توظيف التيار الإسلامي بالفعل في لعبة التوظيف المتبادل. يعني تم استخدامه كل لكن ما شاركوش في صنع المؤامرة. كل طرف كان يتصور أنه قادر على خداع الآخر. يعني التيار الإسلامي تصور أنه قادر على خداع أمريكا لتحقيق مصالحه، وأمريكا إن هو اللي هيستخدمها ويستخدم دعمها للوصول لسدة الحرب. وأمريكا تصورت أن هي القادرة على توظيف التيار الإسلامي، لكن أمريكا باعتبار أن صناعة القرار واتخاذ القرار بيمر عبر يعني قنوات كتير جدا وعبر مؤسسات كتير جدا وعبر مراكز أبحاث وثينك تانك بيفكروا ازاي العقل اللي هم هيتعاملوا معاه، بينما على الجانب الآخر المسألة بتبقى في إطار عدد محدود من الأشخاص بيعتقدوا في نفسهم ان هم عبقرية الزمان. صحيح. لكن للأسف تم توظيفهم في إطار هذا التوظيف المتبادل اللي كان بيقول ان جماعة الإخوان في مصر على الحكم في مصر مع تركيا مع قطر، هذا المثلث كان مثلث مخطط ان احنا هنسمح لكم بين مصر وتونس وتركيا بميني خلافة كده مصغرة على ترفعوا عليها الشعارات اللي انتوا عايزينها، في مقابل ان انتوا تلموا كل قنوات التطرف وكل مجموعات التطرف على مستوى العالم، تبقوا أمنتوا مصالح الولايات المتحدة الأمريكية وأمنها إسرائيل. وفي نفس الوقت إيه حيرتضوا إن هم جزء من دولة إسلامية كبيرة. طب ده في الثلاث سنين اللي فاتوا. النهاردة بقى، النهاردة وإحنا خلاص في مايو 2014 وسقطت كل الأقنعة وتكشفت المؤامرة ومن يردد أنه ليست هناك مؤامرة خلاص ابتدى يقول لا فعلا عندكم حق في مؤامرة. النهاردة شكل العلاقة، هل بترى أن أمريكا ما زالت بتراهن على جواد خاسر، أم ما زال عندها أمل أن هذا الجواد سينطلق ويصحو من كبوته ويحقق ويصل إلى خط السباق ويصل إلى المركز الأول؟ هو تغير الهدف بقى من ابقاء الاخوان في الحكم الى ابقاء الاخوان كشوكه في خساره الدوله المصريه، بمعنى ان لازم يفضل في ادوات للولايات المتحده الامريكيه في الداخل المصري تبتز بها القرار الوطني، تقطع فكره الاستقلال الوطني، تبقى قادره دايما على التاثير في المشهد. لذلك عبء اداره الدوله المصريه القادمه صعب جدا، لان حجم الضغوط اللي هتمارس على النظام الجديد محليا ودوليا، وليس سرا يعني ان امريكا قالت بوضوح ان احنا ضد ترشح المشير السيسي وكانت حاطه فيتو على هذا الامر. ولانه في كل ما جرى لاول مره في تاريخ العلاقه بين مصر والولايات المتحده الامريكيه تجري شؤون مصر بمعزل تماما عن الاراده الامريكيه ورغما عنها. لذلك صحيح. هي ما عندهاش ثقه
كافية في طبيعة توجهات الدولة المصرية القادمة. وأنا أتصور أن النظام السياسي الجديد إذا كان هيتغطى بالناس فهيستمر وهيزدهر، إذا كان هيتغطى بأمريكا تاني في النهاية هينكشف وهتخسروا أمريكا وتبيعوا زي ما باعت غيره على امتداد التاريخ الماضي. تمام، هنستقبل اتصال تليفوني وهرجع لحضرتك بسؤال عن البرلمان ومشاركة الإخوان في البرلمان، هل بتتوقع هيوجدوا نفسهم بشكل في المشهد السياسي؟ شريف اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، من فضلك علي صوتك. عاوز أسأل سيادة اللواء سؤال دلوقتي. اتفضل. دلوقتي انتخابات الرئاسية إن شاء الله يوم 26 و27، واحنا عارفين المخطط 70,000 اللي واقفين على الحدود في ليبيا وعارفين مخططاتهم. مش 70,000 دول 3,000 دلوقتي يا شريف؟ لا 3,000، احنا عارفين مخططاتهم، احنا مستنيين يخشوا 25 يبوظوا لنا انتخابات في مصر، يعني احنا عارفين نوايا الناس دي، ليه الطيارات ما تطلعش تضربهم؟ يعني احنا خايفين من ايه؟ ضربات الاستباقيه. احنا مستنيين ايه؟ احنا مش عارفين، لازم كل حاجه تتضرب على قفانا الاول وبعد كده نتضرب ليه؟ احنا الناس قاعده على الحدود وعارفين مخططاتها، ليه ما حدش يطلع يضربها؟ تمام. شكرا ليك. الضربات الاستباقية إذا كانت الخطط معلنة وعلى الورق وكل الأوراق مكشوفة، أنا كلمت إحنا بقى جاهزين إزاي كدولة؟ يعني الجبهة الغربية أصلا ده الفخ الجديد اللي معمول الجيش المصري. الجيش المصري حقيقة بيدار بذكاء عالي جدا، ولازم تديري العملية كعملية عسكرية بشكل منطقي وفي شيء من الحكمة والكياسة والعقل، لأن بغير كده هتورطي نفسك مع المجتمع الدولي. صحيح. فاذا طب احنا ما تورطناش في الشرق في اتجاه غزه، وما تورطناش في اتجاه السودان، وبرضك مش هنتورط برضك في باذن ليه بقى؟ انا كنت من اول الناس اللي قالوا ازاي السيد وزير الدفاع متوجه ضربه استباقيه وضربه اجهاضيه لهذه العناصر في اماكنها داخل الحدود الليبيه. وبعدين بالتفكير المنطقي هناك حلف الناتو موجود، لان هو دخل تحت البند السابع من اتفاقيه من ميثاق الامم المتحده في ليبيا. لما عزل وتم قتل القذافي وازاحه هذا النظام، وللاسف الشديد ان حلف الناتو بدل ما ينظم ليبيا ويحافظ عليها ويحافظ على نفطها ويحافظ ويجد لها رئيس ويجد لها حكومه، سابها كده للميليشيات من كل دب من كل فج عميق يجي، اللي جاي من الصومال واللي جاي من افغانستان وباكستان والعائدون افغانستانيين وهكذا. وطبعا لقيتها فرصه ذهبيه بالنسبه لها تنظيم الدولة الاخواني انه يلم الناس دي كلها ويعمل منهم ما يسمى بالمتمردين او بيسميهم المرتزقه او جيش مصر الحر زي ما هم عايزين يسموه، واللي انا معترض عليه ان دول مرتزقه. صحيح. موجودين على الحدود الليبيه على مسافه 110 كيلو. وفي جزء ثاني غرب بنغازي. هذه القوه اللي موجوده هناك ديت طب ارجع ثاني للجزئيه بتاعت البند السابع في ميثاق الامم المتحده، اصبح موجود داخل ليبيا عشان بس الراي العام والساده المشاهدين يتفرجوا علينا دلوقتي وفاهمين الموضوع ماشي ازاي. نيتو موجود داخل ليبيا، ولو احنا قمنا بضربات استباقيه معلن عنها داخل الاراضي الليبيه كانك بتواجه حلف نيتو، وحلف نيتو مش محتاج ياخد قرار اممي ثاني من الامم المتحده عشان يضربك، ده هيشتغل معك على طول. انت بتضرب عندي هنا في 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 ليبيا ودي تحت قيادتي وتحت سيطرتي، يبقى انا هشتبك معاك بالمثل وتبقى هنا دخلنا في الفخ اللي احنا مش عايزين نقع فيه. انما طب ما هناك عمل تتم على هذه العناصر، ولكن انا مش عايز اتكلم فيها. انا ده اللي انا عايز اقوله، انه احنا دلوقتي لما بنقول خططهم مكشوفه، هل من المفترض ان انا عشان اطمن الناس اقول اصل احنا الجيش هنعمل 1 2 3؟ لا ما ينفعش اتكلم في القصه، ولا بس نطمنهم لا بس الناس تطمن ان الاستحقاق الرئاسي هيتم في ميعاده باذن الله يا رب، والقوات العناصر الموجوده احنا بيتم التعامل معاهم بشكل او باخر، ولا داعي لكشف هذه التفاصيل، ما ينفعش تتقال على الهواء. صحيح. وما تنفعش تالف صحافه ولا جرايد، دي حاجه خاصه بالقوات المسلحه، ولما بيكون في حاجه بيعلن عنها المتحدث العسكري واحنا بنحترم هذا وهو اللي يقول مش احنا اللي نقول، ما حدش يتكلم في القصه ديت. والقوات المسلحه بنقول انها جديره بالتعامل مع هذه العناصر وتدميرها. النقطه الثانيه اللي بطمن بيها الناس، القمر الصناعي اللي موجود راست كل حاجه، راست كل شيء، فالناس ما تقلقش. وبعدين القصه مش في العناصر دي، احنا بنحاول باجهزتنا الاستخباراتيه ان احنا بنجفف المنابع اللي اللي هي بتمول هذه العناصر. مين اللي بيمول؟ مين اللي بيمول؟ قطر؟ ايران؟
يعني المعلومات اللي بتبقى موجوده على المواقع الاخباريه معلومات دي صحيحه؟ قطر هي المندوب السامي بتاعهم اللي بيدفع فلوس دايركت على طول دلوقتي وتركيا حبت. وطبعا بيتولى التنظيم تحت اشراف وسيطره السي اي الامريكي والالمان للاسف الشديد مدخلين في الموضوع. لا يعني انا اللي عايزه من باب الفضول الانساني كده الواحد عايز يفهم في العلاقات بين الدول، لما تبقى مساله معلنه انه انا الدوله سين بمول ارهابي علشان يفسد امن ويضر بامن الدوله صاد، وتبقى المعلومه معروفه من بلد عربية إسلامية، يعني ما في حمرة الخجل الدبلوماسية إن أنا أديك حتى ضحكة في وشك بس أعمل حاجة من ورا ده، المسائل بقت عيني عينك والمؤامرة أطرافها معلنة عيني عينك، وإحنا بنتعامل بشكل هادي مع دولة زي قطر، بشكل هادي مع دولة زي إيران، يطلع وزير الخارجية يقول الزواج الشرعي بيننا وبين أمريكا، يعني ما هو الحكاية محيرة المواطن العادي اللي مش فاهم في السياسة يا سيادة اللواء. هي دي طبعا يعني الزواج الشرعي وغير شرعي يعني مهاترات وسخف الكلام، يعني أنا يعني أعتذر للشعب المصري بالنبي عن السيد وزير الخارجية لأن أعتبرها زلة لسان، يعني الكلام ده غير منطقي، ان في حاجه اسمها زواج شرعي اتقال زمان في الثلاثينات زمان والشعب المصري رفضوا مزعج جدا، احنا ما عندناش زواج شرعي مع احد، واحنا ثوره 30 يونيو اللي قضى على فتح السيسي بشكل مشهير، يعني الشعب المصري بيحب هذه الثوره جدا وبيأيدها وبيقف وراها، وهو اللي يقف ورا الرئيس القادم، الشعب هو اللي واقف وراها وليست امريكا وليست صحيح. ده باختصار بطمن الشعب تاني للمره الثانيه ما تقلقوش من العصابه اللي موجوده على حدود ليبيا دي زيها زي العصابه الموجوده في الشرق الناحيه الثانيه في غزه. طب ما في غزه مش 70 ولا 80، ده في 1.5 مليون الناحيه الثانيه. طب كنا نقلق يعني. يعني اللي انجزه جيشنا يعني فضل. فكره 1.5 مليون اهلنا في غزه دول مش عصابه يعني لا ما بتكلمش على كده، لا الحماسيه يعني اللي برضو بتوع حماس اللي دخلوا يعني في توقيت من اجل الاستيلاء على سيناء وهيقعدوا هياخدوا الجنسيه يا استاذ احمد عشان بس نوضح الامور. الدوله المصرية في إطار حرصها على أمنها القومي وفي إطار حرصها على البوابة الشرقية لمصر طول الوقت كانت حريصة أنها تحتفظ بعلاقات متوازنة مع كافة الفصائل الفلسطينية سواء حركة حماس أو حركة فتح، حتى في عهد مبارك، يعني حتى في عهد مبارك كان مخابرات العامة السيد عمر سليمان بيحتفظ بعلاقات جيدة جدا مع كل الفصائل الفلسطينية. فإحنا يعني ما نيجي نتكلم عن أدوات أمننا يجب ان احنا نكون حريصين جدا في استخدام الالفاظ. انا لا اتصور ان حركه ايه اللي حصل، ايه اللي خلى حماس تبقى يد دي ممكن بامن مصر دي ممكن من اجل الاخوان ليه بقى، ايه اللي حصل؟ اولا لم يثبت ابدا ان حركه حماس حتى هذه اللحظه استخدمت سلاح ضد مصر او حرضت على مصر. على سبيل المثال واحنا بنتكلم معلومات مش تحليل، حركة أنصار بيت المقدس من هم؟ اللي هي الحركة اللي يفترض النهاردة أكبر تهديد للأمن القومي المصري، أساسها جه إزاي؟ أساسها 100 عنصر من ألوية الناصر صلاح الدين، دي مجموعة كانت مجموعة تكفيرية داخل غزة بعد ما التزمت حماس بالفلسطينيين كانوا ضد حركة حماس واستخدموا السلاح داخل غزة ضد حركة حماس وتحت ضغط الصراع بينهم. يعني أن أنصار بيت المقدس دول جماعة مستقلة، أنا بس عشان أستفهم منك وتستكمل على أساس تكون وضحت لنا النقطة دي، ما لهمش دعوة بحماس، ده هم بيضربوا في مصر وبيضربوا في إطلاق. حماس ما أنا هشرح لحضرتك ليه. الميت عنصر من ألوية الناصر صلاح الدين اللي لم يحترموا اتفاق التهدئة بين إسرائيل وبين حركة حماس وكانوا بيبعتوا صواريخ حركة حماس لإسرائيل انطلاقا من غزة بما يهدد اتفاق التهدئة اللي كان حاصل، فبدأ يبقى في صراع بين حماس وبين ألوية الناصر صلاح الدين، خرج 100 عنصر عبر الأنفاق من غزة إلى سيناء التقوا بمجموعة تانية اسمها التوحيد والجهاد، ودي كانت مجموعة موجودة في سيناء منذ سنوات طويلة التحموا فيما بينهم وكونوا حركة أنصار بيت المقدس. فقوام مصر بقى الأنصار قوام الحالة دي بقى ان هم دول بدأوا الأول خالص بضرب خط الغاز وبعدين وتوقفوا أثناء حكم مرسي وتوقفوا أيام محمد مرسي واختطفوا جلودنا وسلامة الخاطفين والمخطوفين حلو جدا وحصل بقى علاقات وقتها بين قيل ان حصل علاقات بين جماعة الإخوان وقتها وأنصار بيت المقدس في إطار المحافظة على حياة الخاطف والمخطوفين وراح وفد سلفي وتفاوض كل ده بقى معروف، لكن في النهاية حركة حماس بقى عناصرها لم تشترك في أي عملية تمس الأمن القومي المصري وأتصور أن الجهاز الوحيد اللي يعلم ده جهاز المخابرات المصرية الذي لازال حتى الآن يحتفظ بعلاقات إيجابية مع حركة حماس
باعتبار الحفاظ على حركة حماس حفاظ على فكرة المقاومة رغم تصريحات الغير مبررة والتي تتسم بالمراهقة من بعض قيادات حماس فيما يتعلق بالعلاقة بينها وبين الدولة المصرية في السابق. ويمكن هم في فترة من الفترات وقعوا ضحايا لشعور نفسي بأن وجود الإخوان في الحكم قد يساعد في دعم فكرة الجهاد مع ضد إسرائيل أو الحرب ضد إسرائيل وتحرير المسجد الأقصى وكل هذه الأماني لتبقى أماني كل مسلم وأماني كل عربي. لكن في النهاية علاقات الدول ما يعني لا تدار بهذه الكلمة. وأنا ليها حماس أنا عايزة بس أسمع هو أنا حماس من هاش دولة بس عشان الأخذ وبعدين تاريخ حماس حماس من هاش دولة أصلا دي, 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 دي فصيل منفصل عن الضفة الغربية وعن السلطة الفلسطينية أصلا ومنشقة عنه, لذلك يقولون عليها حكومة حماس حكومة مقالة لأن هي ما هيش دولة أصلا فما قدرش أقول لها دولة وأنا أتعامل معناها كأنها دولة. حماس بننتظر أثناء الانتخابات القادمة بأن بتعليمات من محمود عزت يبتدي يبدأ الهجوم بتاع الضفة الغربية اللي هو الجبهة الغربية عندنا في الحدود الغربية والجبهة الشرقية من ناحية دي الاثنين عشان يدخلوا مصر عشان يبتدوا إرباك للمنظومة بتاعتنا بتاعت الانتخابات وضرب الأقسام وضرب المراكز وضرب 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 ثم الخروج في هنا برضك تتم مظاهرات وقطع طرق وكلام من هذا القبيل. هذه المنظومة ما بتشترك فيها حماس, وحماس تعتبر الزراع العسكري للإخوان المسلمين داخل هذه المنظومة. أنا شعبنا الفلسطيني اللي موجود في غزة ده على دماغي من فوق, أنا ما أقدرش حدش مستحيل حد يتكلم من المصريين, المصريين كلهم بيحبوا الفلسطينيين وبيأيدوا قضيتهم ودفعنا ثمن غالي قوي قوي عشان القضية الفلسطينية اللي للأسف حركة حماس بعتها بالرخيص مع 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 الحكومة الإسرائيلية. يعني أنا بشايف إن حماس هي أكثر ود وصداقة للحكومة الإسرائيلية عنها ود وصداقة. لا أتذكر تاريخيا إنه في مين دخل القضية اللي شغالة القضية اللي شغالة دلوقتي دي مغلطة. لا اسمح لي بعد إذنك القضية اللي شغالة دلوقتي في المحاكم الخاص بمرسي دلوقتي وعمانه كلهم لا بخروج الهروب الكبير ما حماس دخلت فيها حزب الله دخل فيها اتخذت بالحضرتك وعناصر اخرى دخل فيها واخوان المسلمين دخلوا فيها عشان يهربوهم من السجون وخرجوا يوم 28 مين اللي فتح السجون وهم اللي فتحوها لسه واللي ضربوا في ميدان التحقيق قضايا شغاله وواخده احكام ما نتكلمش فيها بقى لان محظور معلش ما انا بتكلم على جزئيه يعني اذا في قضايا شغاله بمعنى كده ان في تحقيق تم فيها عشان كده النيابه حاولت استدعائهم وتحولوا للقضاء القضاء قول كلمته لكن انا بتكلم انك في شبهه مش هقول متهم لكن في شبهه اتهام في هذا الاتجاه بيتقال كتير قوي ان الحماس هي الزراعه. الايام اللي فاتت دي كان في استعراضات بالعربيات الدفع الرباعي بالقوات الاخوان المسلمين اللي ضربوا هناك في في غزه واتعملت في جرايد وفي التلفزيونات وجت في القنوات عندنا حتى في الرسميه واتذاعت والبادج بتاع الاخوان المسلمين موجود. يعني قصه ان احنا نقول ان حماس بره الموضوع لا حماس جوه الموضوع وحماس منتظر تدخل جوه الموضوع اكتر من كده في الفتره اللي جايه ديت. دوله الجيش المصري يبقى حذر جدا في هذا الموضوع لان لما محمود عزت تقول تنفذ العمليه ان دي اقتراق من طريق الاربعين او من جبهه الاربعين من الجبهه الغربيه وبعدين من الجبهه الشرقيه عناصر من حماس واخوان مسلمين بعربات دفع رباعي ويخترقوا الحدود ويخشوا مصر والقصص دي كلها علاوه على مظاهرات داخليه وقطع طرق داخل البلاد وفي محافظات كلها بالكامل. القصه ديت لو احنا ما احناش فايقين لها والجيش المصري مفتح عينه كويس جدا ودخل في التخطيط وعلى جهاز الاستخبارات بتجمع المعلومات مظبوطه لاجهاض هذه العمليات قبل ما تتم. طب يبقى حماس ازرع طوله, بقول بكرر تاني ازرع طوله لاخوان المسلمين وهي الجناح العسكري الاصلي اللي موجود بيعملوا الجيش الحر او ما يسمى الجيش الحر او مجموعه المرتزقه للناحيه الثانيه في الجبهه الغربيه. طب ما هم جايبينهم منين؟ ما كلهم برضك عناصر اخوانيه وغير اخوانيه ومرتزقه بتدفع لهم فلوس. يعني سفيان بن جابو ده اللي جايبينه ده ومع ابو عبيده الليبي ومش عارف قدره باشا ده اللي موجود ده. كل دول عناصر بتدين بالولاء لتنظيم القاعده وتدين بالولاء للاخوان المسلمين. دول مطلعين كمان تصريحات يا ست اللي هو ان في 700 اتخرجوا وكانها مؤسسه دراسيه اكاديميه عسكريه بخرجوا. اكاديميه عسكريه بالظبط 700 اتخرجوا كدفعه اولى وتتوالى يعني بقت احنا الموضوع مش عايزين ناخدها ببساطه لكن احنا بنحاول اولا ما بخوفش الشعب وما بخوفش الناس ولكن بن 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 بنوعي الناس وبنقول ان الكلام بيبقى في نصابه والكلام في مكانه الصحيح ولا لا بنزود فيه قوي ولا بنقلل منه لكن لازم يبقى الكلام منطقي وكلام في شيء ما فيه شيء من العقل. القوات المسلحه حاليا بتبذل مجهود غير عادي ولا يعلن عنه يعني في حاجات بتتم كتير بتتم التخطيط لا لكن لا يعلم عنها ما بيتكلمش عليها في الصحافه ولا في الجرايد ولا الكلام ده لان ده شغل القوات المسلحه وهو يمتاز دائما وابدا بالسريه.
وده المطلوب. قيادات الإخوان اللي خرجت من قطر وبتتجه لبلاد أخرى، امتداد في السودان، امتداد في أثيوبيا، الحكاية ماشية إزاي؟ لا وبس يعني فكرة المبالغة في سلطة التنظيم الدولي على التنظيم في مصر الحقيقة بتخضع لمبالغات صحفية وإعلامية كبيرة. قوة التنظيم الدولي في مصر بالأساس، لأن حتى لو احنا اتكلمنا على مؤسسة التنظيم الدولي هنتكلم عن 13 عضو بيمثلوا مكتب الإرشاد الدولي، 8 منهم من مصر والخمسة من دول أخرى في ال 88 دولة، بيختاروا من 88 دولة على امتداد العالم. وبالتالي قوة التنظيم بالأساس داخل مصر. الدعم الرئيسي دلوقتي اللي بيقدمه التنظيم الدولي، وهو ده اللي يعني بيجري منذ خروج الإخوان من الحكم وحتى الآن، هو دعم إعلامي بالأساس أكتر منه على أرض الواقع أي دعم آخر. دعم إعلامي ضخم جدا، نجح الحقيقة في تغليب الرواية الإخوانية لما حدث في 30 يونيو على حساب الرواية الأصلية أو الرواية الرسمية، اللي ما نجحتش وزارة الخارجية وكل أزرعها في توصيلها للرأي العام الغربي. ولو حضرتك بتتابعي ما يكتب في الميديا العالمية بتلاقي أن في تبني كامل للرواية الإخوانية فيما يتعلق باللي حصل في مصر. حضرتك بتسألي مين دلوقتي اللي بيحرك أو مين اللي بيدير على مستوى العالم؟ حتى الآن لازال نفس المكتب الإعلامي في لندن هو اللي بيدير حركة الجماعة الإعلامية، رغم ما قيل عن التحقيق في فلسفة الإخوان وأدائهم وحركتهم. إلا أن يعني دي تصريحات لتهدئة الرأي العام، لكن على واقع الأمر لا تطبق. الحاصل أن لازال المكتب الإعلامي في لندن هو اللي بيدير حركة الجماعة إعلاميا على مستوى العالم، ما حصلش أي تغيير حتى الآن، ولازال السيد إبراهيم منير بيدير باعتباره أمين التنظيم الدولي، لازال بيدير شؤون التنظيم الدولي حتى الآن. ورجع فيها وقال لو لندن عملت كده لكن الأعمال الإرهابية ستنتقل إلى هنا، بل قال أنا ما قلتش بالصيغة دي. بالمقابل لم تتحرك بريطانيا في تجاه هذه التصريحات بأي أمور. والمسائل دي بالمناسبة بريطانيا عودتنا حتى مع المجموعات اللي هي مارست أعمال عنف بالفعل، تاخد وقت طويل جدا على ما بتاخد قرار فيما يتعلق بهذه المجموعات، زائد أن الإخوان احتاطوا لده بأن هم بدأوا ينقلوا بعض المكاتب في حته ثانيه تحسبا. يعني التحرك القوي اللي حصل من في قطر ومغادره بعض الرموز وبعض القيادات هتتنقل جغرافيا في حته ولا ايه الخطه؟ لا ده مرتبط شويه بما جرى بين دول مجلس التعاون الخليجي والضغوط على قطر في اطار اعلان الرياض، يعني مجرد شو برضو. يعني مجرد تصرفات لإرضاء الراي العام بشكل كاذب وغير حقيقي فعلا. اعتقد ان قطر بدات خطه انسحاب بالفعل من دعم، انسحاب حقيقي دكتور احمد ولا انسحاب متدرج، لانها ما تقدرش فجاه تخرج من المشهد، لكن لان يعني هي خافت على علاقتها بمحيطها الاقرب ودول مجلس التعاون الخليجي، مش هيبقى علاقتها بامريكا على حساب المحيط الاقرب ليها وهي المملكه العربيه السعوديه والامارات العربيه والكويت وباقي دول مجلس التعاون الخليجي. تمام. ذلك اتصور انها لن تمضي في الشوط لنهايته يعني. تمام. في دقيقه لان خلاص وقتنا خلص، شايف المشهد مصر جايه احلى، حلم اللي نزل الملايين علشان ولادهم يستمتعوا بغد افضل هيتحقق؟ هو لا انا عايز طبعا هيتحقق ان شاء الله. انا متفائل، واي مصري لازم يبقى متفائل حتى في خضم الفرقعات، فرقعه هنا وفرقعه هنا وفرقعه هنا، وتهديد على الجبهه الغربيه وتهديد على الجبهه الشرقيه. الشيء الوحيد اللي انت لازم تثق فيه ان جيشك جيش قوي جدا، ده ترتيب السابع والعاشر على العالم. فليه طالما عندك جيش قوي فهو قادر على سحق اي تنظيم اي كان شكله ان شاء الله. دي الجزئيه الثانيه، ان الشعب بيحب الجيش واقف وراه، صحيح، ودي مهمه جدا. المهمه الثالثه ليه بقى الـ 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 العمل الارهابيه دي كلها بتتم بعناصر ارهابيه بينفذوا حاجه اسمها استنزاف قوى الدوله. خلاص فالشعب واقف ورا جيشه، وان شاء الله تبقى انتخابات الاختصاص اللي جاي يبقى كويس ويبقى في رئيس جمهوريه الشعب كله برضه يا رب. اللهم امين. خلص وقت حلقتنا، بشكركم جدا جدا. ويمكن احنا التلفزيون المصري الناس بتبقى كلمتنا ساعات تقف في الزور ورا جيشنا وبنحب جيشنا وبنحب المشير وهيجي رئيس جمهوريه ان شاء الله. شكرا والسلام عليكم.